يعرفه ازاي يعمل سيرة ذاتية، ازاي يحضر نفسه، يعمل سي في يكون جاهز، ايه المكونات بتاعته او ازاي السيستم بتاعه، ترتيب السي في ازاي، ازاي يعمل مقابلات شخصية، ازاي لو هو قدامه وظيفة ازاي يقدر يعد نفسه للمقابلة الشخصية اللي يكون جاهز ليها ازاي. طيب، من ضمن النشاطات لبرنامج مشواري هو افتتاح اول معمل الابتكار لتطوير مهارات الشباب، ايه هو ده؟ ده عبارة عن معامل ابتكار، ده موجود اولا، الافتتاح كان موجود في مركز شباب الويل بالقاهرة، وان شاء الله يكون زيه في 6 معامل هيكونوا موجودين في 6 محافظات مختلفين. ده هدفه ان هو يرتقي بالشباب الخريجة اللي هم خدوا تدريب مشواري، يقدر يعمل لهم زي ورك سبيس كده موجود في المكان ده، موجود مجهز فيه اجهزة كمبيوتر، يبقى في ورش عمل حضرتك، يبقى في ورش عمل داخل المعمل ده، ويبقى في قاعات خاصة مجهزه كلها، النت واصل ليها كله، بيبقى الموضوع كله فري، كل الكورسات او التدريب عمارة مشهورة هو مجاني تماما يعني. فالمعمل الابتكار ده بيبقى موجود منه قاعات، بيبقى مسموه قاعات ورش عمل، ان هم يعملوا ممكن لو شباب عندهم فكره مشروع او زي ما طلع من مشواري بيه بالفكره، يقدر يعملوا مع بعض يكونوا فريق، يقدر يخرجوا من في داخل معمل الابتكار ده بالفكره بتاعتهم للنور، لان هو بيكون عباره عن مكان زي ورك سبيس كده موجود، في مجهز النت موجود داخل المكان يقدر يستخدمه في اي وقت، في عندنا برنترات موجوده انه يقدر يعمل الفكره بتاعته على فكره شكل 3D، يقدر يعملها ويكونها زي البروبوزر او بروتوتايب كده جاهز قدامه يقدر يشوفه بعد كده. ده بنبذه مختصره عن معمل ابتكار، هو بيعمل ايه جوه المكان. ازاي تواصلتوا مع الشباب؟ ازاي عرفتوهم ان في برنامج مشواري وان في افتتاح معمل جديد؟ هو اولا البرنامج تاريخه من سنين، من 2008 هو موجود داخل وزاره الشباب والرياضه لحد يومنا هذا، موجود ومتاح لاي حد يقدر يخش فيه، ملوش اي شروط او اي يعني مثلا هل مقابل او اي حاجه يقدر يقدمها الشاب، ما فيش اي حاجه من دي خالص، فبالتالي هو مفتوح انه اي شاب يقدر يشارك فيه. كل شرطه الاساسي اللي هو السن من 10 يكون لحد 24 سنه، ده الشرط الاساسي بتاع المشروع مشواري. غير كده فما لهوش اي شروط تانية، فممكن اي شاب من اي جنسيات مختلفه، مش شرط مصري بس، جنسيات مختلفه، حد من ذوي الهمم، من اصحابنا ذوي الهمم يقدر يشارك فيه، يعني اي فئه عمريه، اي فئه داخل المجتمع تقدر تشارك فيها طالما داخل السن او الفئه العمريه المحدده دي بس. فبالتالي المشروع منتشر في كل المحافظات، معانا 15 محافظه شغالين فيهم، فبالتالي المشروع بيقدر مدربين معانا اكتر من عدد من المدربين كتير، فالمشروع متوسع جامد، احنا بنحقق تارجت ما يقارب ال 20,000 طفل في السن ال 10 ل 14 سنه، ده كل 3 شهور 20,000 طفل بيتم تدريبهم داخل مشروع مشوار.